clôturer cette coprésidence sur deux années, 2017 et 2018, de la coprésidence de ce forum avec, entre le Maroc et l'Allemagne. Nous sommes également en train de préparer cette conférence intergouvernementale pour adopter ce pacte mondial qui est le premier document onusien sur la question de la migration et ça va se dérouler. والمبدا الاساسي اللي كان عندنا في السياسه ديال الهجره في المغرب هو الولوج الى الخدمات والحقوق الاساسيه بنفس المستوى بحالهم بحال المغرب. الولوج اليوم للاطفال الى المدرسه المغربيه ما كيعنيش انه غادي تتوجد لهم شي فضاء خاص ولا شيء، ولكن يكون عنده مقعد في المدرسه بحاله بحال الطفل المغربي بالمستوى ديال المدرسة ديالنا بنجاحاتها بإخفاقاتها. المهم هو تكون عنده بلاصة في المدرسة. الولوج إلى الخدمات الصحية بالمستوى ديال الخدمات الصحية اللي عندنا. المبدأ الأساسي هو يكون عندنا نفس الحق في الولوج إلى الخدمات الأساسية كباقي المغاربية، وهذا في حد ذاته نجاح كبير اللي مشى فيه المغرب. التحديات كتبقى نفسها التحديات اللي كنعيشوها مع المواطنين المغاربية. مستوى الخدمات الصحية ديالنا ماشي من أعلى المستويات، ولكن المهم هو المبدأ ديال الحق في الولوج لهذه الخدمات سواء كانت في المدرسة ولا في الصحة ولا في الشغل ولا في أي مجال آخر. المهم ما يكونش تمييز ويكون الحق الولوج، وهذا هو فين تقدمنا فيه بصفة كبيرة. Les services du pays sont renforcés et de s'assurer que l'enfant est traité comme enfant et de s'assurer que cet enfant n'est pas emprisonné en vertu de son statut migratoire et de s'assurer que cet enfant a accès à l'éducation et à la santé. Le Maroc l'a démontré d'ailleurs et le Maroc a pris des mesures pour régulariser les enfants migrants vivant au Maroc pour que eux aussi puissent être à l'école avec leurs camarades marocains, pour que eux aussi puissent avoir accès aux soins de santé. Je crois que c'est une situation qui est en train de changer et qui doit continuer de changer. C'est une situation où il faudrait qu'il y ait le traitement des enfants par les services sociaux, par les ONG locales et une reconnaissance travaillant avec les instances des droits humains de l'importance de traiter l'enfant comme un enfant, de faire en sorte que cet enfant soit dans un milieu familial et de reconnaître leurs besoins sociaux en vue de l'impact que cela a sur leur croissance. Je comprends que ça n'a pas toujours été le cas, mais je crois aussi qu'il y a des mesures positives en cours que le gouvernement est en train de prendre et nous encourageons une continuation de ces mesures et une accélération de ces mesures. بالنسبة لنا حاضرين هذا اللقاء اللي كتنظموا منظمة اليونيسيف بشراكة مع وزارة مكلفة بالمهاجرين ومغاربات الخارج من أجل إيجاد حلول مستدامة لتمدرس الأطفال لمواكبة الشباب من أجل الاندماج أو يدمج في المجتمعات بصفة عامة، منها مجتمع مغربي منها مجتمعات أخرى. نجد أن هنا في هذا اللقاء توجد عدة دول التي تعاني من مشاكل الهجرة، عدة دول التي تستقبل المهاجرين، والكل يبحث عن حلول ناجعة لتنمية مستدامة لهذه الفئات ومن أجل اندماج مجتمعي أو اندماج اجتماعي اقتصادي صحيح وناجع بالنسبة لهذه المجتمعات وبالنسبة لهذا الناس المهاجرين سواء أطفال سواء شباب. نجد أن المشكل الأكبر هو بالنسبة للأطفال، لأن هناك مجموعة من الأطفال يأتون سواء مرافقين سواء غير مرافقين ويجدون أنفسهم في مجتمعات لا يعرفونها، لا يعرفون لغتها، لا يعرفون عادتها، لا يعرفون كيف التعامل أو التواصل. ونجد أن المجتمعات دائما هناك الغريب
نجد هناك جدار بين هذه المجتمعات وهؤلاء الأطفال. وركز على الأطفال لأن الأطفال هي هما الأساس أصلا، وهذه الأطفال هذو هما اللي ممكن أننا نكون من ضمنهم مجموعات يمكن أن تكون قاعدة من أجل إنجاح هذه التدخلات سواء في المجتمع المغربي أو مجتمعات أخرى. اليوم اليونيسف على المستوى الدولي عطات انطلاقة لواحد الحملة دولية من أجل دعم حقوق الأطفال المهاجرين واللاجئين. الحملة سميتها شغفونا بها يجمعنا، شغفونا بكرة القدم، حب كرة القدم ما كيعرفش الحدود. كذلك خص يكون حقوق الأطفال ما عندهمش حدود. طفل كيبقى طفل كما كانت الجنسية ديالو كما كان الأصل ديالو، حقوق ديالو خاصها دعم ويتم الحفاظ عليها. من خلال هذه الحملة هذه كنطلبوا من جميع الفرقاء، من جميع الناس اللي في العالم الأزرق، ومن كل الشغوفين بكرة القدم والرياضة بصفة عامة، باش أنهم يسجلوا أطول هدف. جول، ويعطوا التحدي للصديق، صديقة، ابن، زوجة، زوج، باش هو يشارك في هذه الحملة الدولية، باش يكون واحد دعم خلال هذه الفترة اللي كتعرف تنافسية كأس العالم، دعم من خلال واحد الحركة الدولية لحقوق الأطفال المهاجرين واللاجئين. لأنه كما قلت في الأول الطفل يبقى طفل بغض النظر عن أصوله.